لكم ان الاجابه على اسئله بيبقى ليها سن، ومنأكد ان احنا لما بنكبر بنعرف اجابات كل الاسئله، ومن اول لحظه لاخر لحظه في حياتنا بيبقى عندنا اسئله محتاجين لحد يجاوبنا عليها. اهلا وسهلا بكل مشاهدي برنامج شباب شو، معاكم كنزي محمد، والنهارده هتكلم معاكم عن الاسئله اللي الاطفال بيسالوها لمامتهم وباباهم وهم لسه صغيرين، اللي في بعض الاحيان الامهات والابهات بيجاوبوا اجابه مقنعه والبعض الاخر بيهرب من الاجابه، وفي منهم اللي مش بيعرف يجاوب او ممكن يكون شايف ان الاجابه عيب او حرام. وندخل بقى على اكتر سؤال كل الاطفال بتساله، هو ربنا سبحانه وتعالى فين وقاعد فين؟ هو احنا بنشوفه؟ طب هو ليه مش قاعد معانا؟ انا نفسي اشوفه قوي. وبتكون الاجابه على الاسئله دي ليها كذا طريقه او كذا اسلوب، واول اجابه كانت من ماما وهي اجابه سهله وبسيطه جدا، قالت لي ربنا سبحانه وتعالى موجود في كل حاجه كبيره في الدنيا، اي حاجه كبيره في الدنيا، قالت لي بس المفروض الانسان ما يكونش ليه دخل اي دخل فيها، ربنا سبحانه وتعالى خالق الاقمار والنجوم والشمس والليل والقمر وكل حاجه، قالت لي فما ينفعش نقارن الانسان بربنا ونقول اشمعنى وازاي. هو ينفع يا كنزي؟ قالت لي كده بالظبط، هو ينفع يا كنزي الانسان يخلق انسان زيه او يخلق حيوان؟ جاوبت وقلت لها لا يا ماما. قالت لي شفتي بقى، ربنا سبحانه وتعالى يقدر يخلق اي حاجه هو عايزها، ربنا سبحانه وتعالى عنده قدره خارقه، هو مالك الملك، ربنا سبحانه وتعالى اكبر من اي حاجه في الدنيا كلها. وفهمتني كمان سوره الاخلاص اللي بتاكد كلام ماما، اللي بتقول ان ربنا سبحانه وتعالى متجوز وما عندهوش ولاد ومحدش خلقه، ربنا يقدر يخلق اي حاجه بس محدش يقدر يخلقه. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، صدق الله العظيم. ودي كانت سوره الاخلاص. وبعد ما ماما خلصت قالت لي حاجه كمان، ربنا سبحانه وتعالى بيبقى موجود في قلوبنا، بيبقى موجود في اي معجزه في الدنيا والعالم كله. طبعا دي كانت اجابه ماما. في بقى امهات تانيه بتجاوب اجابه بسيطه جدا وسهله، عارفين بتقولوا ايه؟ بصي يا حبيبي فوقك ربنا سبحانه وتعالى في السماء. يفضل بقى بعديها الطفل يبص يمين وشمال وفوق وتحت، انا مش شايف ربنا في السماء، هي ماما بتضحك عليا؟ من هنا بقى الطفل بيشك في نفسه ان هو مثلا مش بيشوف او حاجه عشان ما شافش ربنا. يبقى انتي المفروض تقولي لطفلك اجابه صحيحه وممتازه كمان. وكمان في امهات تانيه بتقول للطفل مثلا لا يا حبيبي مثلا لا هجاوبك بعدين، طب خلينا شويه كده. انت لازم اي سؤال ابنك يسالهولك لازم تجاوبي عليه دلوقتي او تقولي له شويه كده، وبعد شويه ترجعي تفكري وتقولي له حبيبي قولي السؤال اللي انت قلته عشان ارجع اجاوبك عليه. تاني سؤال بقى الاطفال دايما بتساله، بصراحه ده بيبقى محرج حبتين ثلاثه كده في اجابته، في الامهات والابهات بياخدوا الموضوع ده بالسخريه والضحك علينا عشان سالنا سؤال زي ده. السؤال هو ازاي بقى؟ ماما بابا هو احنا جينا الدنيا ازاي؟ في امهات بتجاوب بقى بتقول ايه، لقيناكم في السوبر ماركت. وفي امهات تانية بتقول صحينا من النوم لقيناكم جنبنا وفرحنا قوي لما شفناكم يا حبايبي. في بقى ام تانية بتاخدها وهي متعصبه تفضل تقول لهم انتوا اطفال قليلين الادب وما ينفعش تسالوا سؤال زي ده تاني. هو انتوا كده سكتوا الاطفال؟ اكيد لا. انتوا مش عارفين ان الاجابات دي بتاثر في نفسيه الطفل، وطبعا ده كده انتوا بتجبروهم ان هم يبحثوا عن الاجابه بنفسهم من على مواقع التواصل الاجتماعي او من على جوجل. وكمان ممكن يسال اصدقائه، بس لما يبحثوا من على جوجل او من على مواقع التواصل الاجتماعي ده بيكون سبب ان الطفل يفهم الاجابه غلط وغير صحيحه. ماما بقى جاوبت عليا اجابه مقنعه برضو. في بقى امهات مثقفه هيجاوبوا كده زي ماما. ماما ردت وقالت لي ايه، ربنا سبحانه وتعالى بيبقى خالق كده حاجه جوه الاب، والاب بيروح وبيديها للدكتور والدكتور بياخدها منه وبيديها للام، بيديها للام، بيديها في رحم الام،
اللي موجود في بطن الأم ومش موجود في بطن الأب. وبعد كده الحاجة الصغننة دي في رحم الأم بتفضل تكبر حبة ورا حبة ورا حبة لغاية لما بتبقى نونو صغير. وبعد كام يوم النونو دوت بيكبر وبيخبط على بطن الأم. وساعتها لما بيخبط الأم بتعرف إن النونو خلاص كبر وعايز يخرج بره. وبعد كده بتروح عند الدكتور، والدكتور بياخده والدكتور بيشيل النونو منها. انت برضه ممكن تأكدي المعلومة دي او تثبتي له المعلومة دي انت ممكن كمان تثبتي المعلومة دي او تأكدي المعلومة دي في دماغه بالكرتون. ازاي بقى؟ انت ممكن تفرجيه مثلا على الكتكوت. الكتكوت نفس برضه حمل الأم، نفس حمل الكتكوت. طب ازاي؟ الكتكوت بقى بيبقى في البيضة، بيفضل يكبر برضو زي النونو في بطن الأم، يكبر ويكبر جوه البيضة لغاية لما بيكبر خالص وبيفقس البيضة. الأم برضو كده، بس الفرق ما بينهم حاجة واحدة، إن الطفل بيكون إيه 9 شهور في بطن الأم، لكن الكتكوت بيبقى مثلا أقل من شهر، 18 يوم، 20 يوم كده يعني. واخر حاجه بقى بحب اوصل لكم هدفي من حلقه النهارده، بحب اقول لكل ام واب ان لازم يفهموا ان مش اي اجابه تنفع الطفل، بس ربنا سبحانه وتعالى خلق عند الاطفال حب التساؤل، يسالوا عن اي حاجه. واعرفوا ان دايما اي سؤال الام بتجاوب عليه دوت بيساعد في تكوين شخصيه مناسبه للطفل. وكده تكون خلصت حلقة شباب شو النهاردة. أتمنى فقرات شباب شو النهاردة تكون عجبتكم. وآخر حاجة بحب أشكر فريق إعداد شباب شو ومؤسس ومنتج شباب شو الباشمهندس مصطفى عبد المنصف. وكانت معاكم كنزي محمد، وباي باي، وأشوفكم في حلقة جديدة.